أهلا بكم. اهتز حي سيد عمر بمدينة مكناس يوم الأحد 8 أغسطس 2021 على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها سيدة تبلغ من العمر 65 سنة، وذلك بعد تعرضها للضرب بواسطة تلفاز من طرف ابنها البالغ من العمر 42 سنة، كما قام بخنقها بموصل التيار الكهربائي للتلفاز حتى الموت. ووفق مصادر جريدة العمق المغربي، فإن الجاني كان مهاجرا بدولة إسبانيا ولم يستطع العودة إليها بسبب مشاكل صحية كان يعاني منها، مبرزة أن المشتبه به يعاني من اضطرابات نفسية ويتناول أدوية ومهدئات لعلاج مرض نفسي يعاني منه منذ مدة. هذا وجرى توقيف المشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية بمكناس، حيث قامت بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية وفتحت بحثا قضائيا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس. للإشارة، أقدم شاب بحي الإزدهار بالدار البيضاء على قتل والدته بطريقة بشعة وقطع رأسها والتجول به في الشارع. وأمام هذه الحالات التي تنقلها الصحافة الوطنية، وجب وضع حد لمثل هؤلاء الأشخاص بوضعهم في مراكز للعلاج حتى لا تتكرر هذه المآسي. إن لله وإن إليه راجعون. المشاهد تي في، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.